مصر كلها ملهاش كلام إلا عن عضو شعبة المخابز. عمل إيه عضو شعبة المخابز؟ أحكي لكم وهنشوف مع بعض. طب مين هو الأول عضو شعبة المخابز؟ هو السيد أسامة الرفاعي. وطبعاً يا جماعة الهيئة دي يعني جزء أصيل من المنظومة الكبيرة اللي هي الحكومة. طيب ماله عم أحمد بيقول إيه؟ أقول لك أنا. بيقول لك وما تستغربش ولا تعمل أي حركة فيها أي نوع من أنواع الاعتراض، لا ببقك ولا بمناخيرك ولا بأي حاجة. هو بيقول لكم يا مصريين إن رغيف العيش المصري عارفينه طبعا، ممكن اتنين ياكلوه مش واحد بس وفي وجبة واحدة. اوعى تشتمني، أنا ماليش دعوة والله العظيم، أنا بنقل لك كلام الراجل المسؤول اللي موجود في الحكومة. طبعا أنا هنا هتكلم عن الصنف اللي بيضربه السيد عضو الشعبة، وبتساءل يا ترى حشيش يا فندم، جبات يعني وكده؟ بس اللي أعرفه إن العيش ما بيعملش كده. طيب ممكن يا فندم مثلا يكون منقوع بطيش؟ ما هو مش عشان حضرتك، هو الناس الغلابة لما بتعرفش تعمل دماغ بتروح حاجة اسمها البوظة كده، بيضربوا بوظة بتاع زمان دي في أفلام الأبيض والأسود. بوظة دي كده حاجة تحط كده في القرع كده فخار ويضربوها، وبعدين يقولوا اي حاجه والناس تقول لهم تمام اللي انتوا بتقولوه كله صح، لان هم كلهم بيبقوا قاعدين مع بعض عاملين نفس الدماغ من منقوع البراطيش او البوظه اعزكم الله. فبالتالي اي حد فيهم هيقول اي كلام التاني يقول له ايه مساء الفل ويناوله البتاع. طيب ما هو مش عشان حضرتك تفضل مكمل في الشغلانه دي تقوم طالع هبد لنا كام هبد على الهوا وتقول اي كلام وخلاص. هو حضرتك مش متخيل ان في ناس بتسمعك زينا كده مثلا وزي الشعب المصري وهتجيبك وهتطلعك المسرح وتنزل في كلامك ده تحليل؟ سؤال، رغيف مين يابا اللي بيكفي اتنين؟ يعني انه رغيف؟ انهين؟ انهون؟ ان بيجي ازاي ده؟ منين ده؟ هو البعيد ما بيشوفش؟ دي الناس بتبرمه في لفه واحده يا معلم وهوب خش على البق، ما فيش هم مضغتين والدنيا زي الفل. داب بيدوب دوبان. هو انتوا يا جماعه عايشين معانا بجد ولا ايه حكايتكم؟ الوزن الحقيقي لرغيف العيش وطبعا غير معلن عنه هو 45 جرام، وحضراتكم بتقولوا 90 جرام. انتوا بقى كمواطنين بالله عليكم كلمونا وقولوا لنا هو كام جرام بالظبط، بتستلموه بعد ما بتدفعوا الفلوس في الفرن وتاخدوه بتستلموه كام جرام؟ أنا عايز أقول لك إن من كتر صغر حجمه الناس بقت بتقول عليه ما بيعملش حاجة. يقوم يطلع بسرعة رئيس الحكومة ويلحق قبل ما تحصل كارثة، ما هو لو ما عملش حاجة هتحصل كارثة والناس هتطلع في الشوارع وتنزل الشوارع وبتاع وهتبقى مصيبة كمان في البيوت. يقوم يطلع ويقول للناس في لقاء صحفي وعلى المشاع، أنتوا عارفين يا جماعة رغيف العيش بيكلف على مصر كام؟ بيكلف 90 قرش. ايوه ماشي، احنا ايه ظروفنا حضرتك؟ قال لك واحنا بنبيعه للناس باقل من كده. الله، ولو حضرتك متخيل ان اكلمك بقى في قمح واستيراد وتصدير وبكام وليه وامتى تبقى غلطان يا معلم. انا هكلم حضراتكم بصيغه اسهل وافضل، انا هنا بكلم الحكومه بصيغه اسهل وافضل، بقول لكم ايه امشوا، لو مش عارفين تظبطوها اتكلوا على الله رجاله. كرتونة شيك كده زي اللي بيجيبوها في الأفلام الأجنبي، صندوق كده كرتون بيجيبوه بيلم فيه الكام أجندة بتاعته وبتاعه والقلم والحكاية وسلام عليكم وعليكم السلام. هو حضرتك لما الرغيف بيكلفك 90 قرش زي ما حضرتك بتقول بتدفع الباقي بقى من جيبك؟ يعني انتوا فارضين نفسكم علينا ليه؟ نقول الرغيف قد اللقمة تقولوا انتوا بتبالغوا، نقول العيش غلي تقولوا احنا بنصرف عليكم. طب هو المفروض الناس تاكل ايه عشان تعيش؟ ده في ناس اقسم بالله بتاكلوا حاف ويا هناها يا سعدها لو في اي غموس. ايه الفقر العجيب ده؟ وايه الفشل الذريع ده يا جماعه؟ يا اخوانا سيبوا الكراسي وامشوا، ولو السلطه حلوه وهيبه وفلوس ووجاهه بكره هتسيبوا كل ده وهتقابلوا وجه كريم وهيسألكم عن أنات وصرخات عشرات الملايين من الشعب المطحون ده. لو كان السيد أسامة الرفاعي عضو شعبة المخابز عنده شيء من المروءة المفروض يستقيل فورا. ليه؟
لانه مش بيشتغل، ده جاي يهرج حضرتك. ما هو لما رغيف عيش قد اللقمه عايز تقنعني انه بيكفي فردين، يبقى انت جاي تهزر. ناقص تقول لنا ان رغيف العيش هيكون باطعمه مختلفه بقى زي شيبسي عادي كده، ممكن يقول لك ايه عيش بطعم اللحمه، رغيف بطعم الفراخ، واطعمه ثانيه باربيكيو. ومن هنا بقى نضمن ان الكل هياكل لحمه وفراخ واي اطعمه ثانيه يختارها. وغمض عينك واحلم مع الرغيف وتخيل الطعم اللي انت عايزه، هتلاقي مذاقه في بقك. بصراحه انا حابب اتكلم شويه جد بقى. بصوا يا جماعه، في ناس ما عندهاش بطاقه تموين او عندها وما بتكفيش، والناس دي بتعاني من سعر رغيف العيش السياحي اللي بجنيه ونص وباتنين جنيه. في خبر نزل ان الحكومه عملت كارت لصرف العيش من الافران المدعمه وبنص السعر اللي موجود في الافران السياحيه. الكارت ده بتشحنه حضرتك بالسعر اللي انت عاوزه وتروح تشتري بيه. هتقول له ايه؟ هتقول لي طب احنا هنستفاد ايه؟ هقول لكم يعني. بص يا سيدي، هو دلوقتي بيحسب لكم رغيف العيش ب 75 قرش، يعني الجنيه ونص هتاخدوا بيه رغيفين بدل رغيف. كده حضرتك اخدت الضعف في عدد العيش بنفس الفلوس، يبقى انت وفرت واستفدت. بصوا يا جماعه، احنا محتاجين افكار ابداعيه عشان فعلا لازم نبقى جنب بعض، عشان ما نشوفش مجاعات وناس بتموت من الجوع. اما السيد اسامه الرفاعي فانا بقول له اصحى صحصح فوق، الناس مش لاقيه تاكل وماسكه الرغيف قد كده، وهوريك النهارده وانت تقول لي الرغيف ياكلوه اتنين. اصحى عم اسامه، الله يسترها معاك. ده الرغيف بقى اللي المصريين بياكلوه. يا عم اسامه ارفع، انا النهارده قسما بالله يا استاذ اسامه، يعني انا عشان نبقى عندنا ضمير وعندنا مهنيه وعندنا واقعيه، انا النهارده هثبت لك بالدليل القاطع، بالدليل القاطع انك بتهزي. بعد ما المصريين طلعوا لك الرغيف ومسكوه في ايديهم، الرغيف بيتحط في كف الايد ما بيبانش. الرغيف مش باين من كف ايد المصريين. خد بقى عندك يا عم اسامه، بص بقى. شايف ده؟ شايف ده كده يا عم اسامه؟ ده رغيف عيش مصري بيتعمل هنا، يعني ناس مصريين فتحوا مخبز مصري هنا عملوا رغيف العيش ده. المصريين والاتراك بيشتروا منه، تمام؟ وزن الرغيف ده معدي ال 100 جرام يا عم اسامه، تمام؟ وبكام يا عم اسامه؟ بسعر فيه متناول الجميع. تعالى يا باشا كده خش عليا ودلع الرغيف الجميل ده اهو. بص كده، يعني انت مثلا لو شفت صوابع او كف ايدي تبقى جدع. شفت انت بقى التانيين المواطنين المصريين وهم بيحطوا بص ايوه، تعالى لي تعالى لي تعالى لي ودلعني. لا يا عم امسك واحد ليه؟ هم رغيفين حلوين اهو. بص يا جماعه، بص ده الرغيف اهو في ايدي، وده الرغيف في ايد الراجل اللي في مصر. بصوا يا جماعه الرغيف عامل ازاي؟ بص الراجل ماسكه كده، ده رغيف كبير اهو، تمام؟ اهو بص يا جماعه، اهو 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 اهو. هيقع مني يا جدعان، هيقع مني لانه كبير، مش قادر امسكه بكف ايدي والله، هيقع مني اهو اهو. اعمل ايه تاني؟ 120 جرام على مسؤوليه اللي بيقول لي. يا جماعه والله العظيم حرام كده، يعني ما هو شر البليه ما يضحك، اقسم بالله. رغيف العيش البلدي اهو، هنا في دولة بتحترم بقى، في بقى ناس بتنزل بقى تراقب وتشوف الميزان وبتاع، وهتقول لي عليا احمد العرب عامل فيها جبر القرموطي ستايل، مش مهم. المهم ان انا اثبت لك يا اسامة ان انت كذاب. ماشي يا اسامة، انت كذاب يا اسامة. وزن الرغيف عندك كنت بنزل مع ربنا يفك اسره وزير الغلابة الدكتور باسم عودة، كنت بنزل معاه في شعبة المخابز اللي انت بتتكلم باسمها دلوقتي يا اسامة، والفيديوهات موجوده لحد النهارده على اليوتيوب. اكتب كده اكتب كده باسم عوده ميزان رغيف العيش، هيطلع لك فيديوهات بالكبشه. كان بيقف الدكتور باسم عوده يمسك الرغيف ويوزنه ويجيب صاحب المخبز يقول له تعالى الميزان ده مش مظبوط، ويقفل الباب بتاع البيع ويقول له تعالى اعجن تاني وريني، حط على الميزان اوزن.
حد بقى يقول لي بقى ده عيش ده اصلا، يعني عايز اقول لك ده فرن مصري. لو انا بطبل دلوقتي فانا بطبل للفرن المصري اللي هنا، اللي احنا كلنا كمصريين بناكل منه وبنشتري منه، والاتراك بقوا بياكلوا منه لانه عيش بلدي معمول بالرده. بص الرده بهدلت الدنيا ازاي، بس جميله رده حلو. حد يقول لك يا عم انت داخل علينا برغيف بلاستيك، اقول لك والله لا مؤاخذه يا عمر انت مديني الرغيف اهو مش بلاستيك اهو زي الفل اقسم بالله اكل اهو. الراجل بقى يعني اللي كان بيتكلم معاكم من شويه حط الرغيف كله فوق، انا ما اقدرش والله والله. بص انا منظري بقى ينفع كده يعني، انا كده جبر القرموط ستايل بجد. بص يا معلم يا نهار اسود ده رغيف يعني انا حطيته ده. بص هي الحته اللي انا اكلتها دي، صاحبي اللي مديني رغيف هبديله 8 كيس العيش، هو يعني مش غالي قوي. تمام ناخد بق بقى كده مع العيش. يا نهار ابيض يا جدعان. طب والله يا جدعان بعد الشو ده انا صعبان عليا بلدي قوي، وصعبان عليا اللي بيحصل في مصر ده اقسم بالله. طب الناس دي هتفضل تعمل كده لحد امتى؟ هتفضلوا تصوروا فيديوهات وتزلطوا الرغيف في لقمه واحده لحد امتى؟